الديكور هو تزيين المنازل بشكل جميل وفني، بحيث يجعل البيوت ملائمة لغرض استخدام المنازل براحة وهناء. تم على مدى التاريخ تسجيل تطورات عديدة تحققت في الأماكن التي يعيش بها الناس، ونتيجة لتلك التطورات ظهرت تصاميم عديدة وفنون معمارية وهندسية وتصورات فنية لشكل البيت وموجوداته، والهدف هو توفير الثقة بالنفس من خلال التصاميم المبتكرة. إن ظاهرة الديكور التي أصبحت اليوم مجال عمل متخصص من قبل شركات الديكور في الغالب، من الممكن تعريفها أنها فن يتعلق بالتزيين. كذلك فإن تلوين أماكن العيش لحياة الإنسان تتفاوت بنسبة مباشرة مع وجهة النظر إلى الطبيعة. إن شركات الديكور تساعدكم وتكون لكم دليلاً في الإبداع من خلال استخدام الألوان والأشكال بمعنى رمزي، أشكال ورموز نراها ونستخدمها ونلجأ إليها في جزء كبير من حياتنا، فلم تعد تستخدم من أجل المعرفة فحسب، بل لأجل التعريف وشد الانتباه كذلك. التصميم المعماري هو تحويل ما في داخلنا إلى كائنات فنية مختلفة، أما الطريق الوحيد للشعور بذلك فهو توحيد تلك الكائنات بأناقة وحب وعلم، ومن ثم يتم تكوينها وإنشاؤها لتتلائم مع طبيعة وحجم البيت وأذواق ساكنيه، بالدمج بين الرؤية والهدوء والاستقرار الخاص باللون والتنسيق للأشياء والمحتويات حتى ولو كانت بسيطة.